يا كابتن سيد عبد الحفيظ واتكلم على ان هناك مكالمه جمعته بكابتن كابتن عبد الحفيظ طبعا مدير الكره في النادي الاهلي، وان هناك مكالمه جمعته بالكابتن وائل جمعه مدير المنتخب الوطني ومدير الكره في منتخبنا الوطني، وكان هناك اتفاق على الاتي: ان اي حد في اللاعبين المصابين من لاعبي النادي الاهلي هيحس باي بواحد في المية من التعب مش هيلعب مباراه القادمه، ما حدش هيلعب الا اذا كان 100% سليم ويستطيع ان يلعب المباراه. طيب اذا عايزك تقول لي اخبار الشناوي ايه، اخبار حمدي فتحي ايه، اخبار ايمن اشرف ايه. النهارده التدريب بتاع المنتخب كان بدا الساعه 5:30 بتوقيت الدوحه، 4:30 توقيت القاهره، نفس توقيت اقامه المباراه تقريبا. لم يشارك يعني بمعنى لم يشارك ايمن اشرف وحمدي فتحي واحمد حجازي في المران اللاعبين، واحمد الشناوي كان بيأدي تدريبات تاهيليه بعيدا عن الملعب. محمد الشناوي كان بيأدي تدريبات تاهيليه بعيدا عن الملعب يعني تدريبات خفيفه جدا. خلينا نقول انه فرص لحق الثلاثي حمدي وحجازي وايمن اشرف في المباراه قد تبدو مستحيله، مش جاهزين، ما تمرنوش النهارده خالص، مرنوا في الجيم بس. الشناوي ممكن يلعب وممكن لا، هو الاقرب للمشاركه احمد الشناوي، ولكن الثلاثي الباقي ما اعتقدش انه ممكن يشارك لان ما تمرنوش، وبكره تمرينه الاخيره للمباراه، مباراه تونس مباراه مش سهله وهيبقى فيها ضغط عصبي وذهني وبدني على اللعيبه. اللعيب حمدي عنده تقل زي ما قال التقرير الدكتور محمد ولاله في العضله الضامه، فاعتقد انه صعب يلعب. ايمن اشرف النهارده تقريبا ما كان لابس حذاء رياضي، وقف شويه في ما تمرنش، كان واقف شويه في الملعب. حجازي ما ظهرش اساسا، فاعتقد انه صعب جدا لانه اصابات العضله انت عارف يا كابتن اسلام، انت لعيب كوره كبير وعارف انه يعني ما ينفعش يلعب عليها لان هتعمل بعد كده مزق، والموضوع بدل ما اسبوعين هيبقى شهور.